السلام عليكم مشاهدين ديالنا الاعزاء، كي دايرين حبابي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين في صحيحتكم نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. شكرا 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 جزيلا لكم على الفيديو اللي تفاعلتوا معايا اللي حطيت البارح، شكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم والله يوقف معكم والله يوفقكم ان شاء الله يا ربي يا ارحم الراحمين في كل ما كتمنوا في حياتكم. شكرا 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 جزيلا لكم. هذا لا فيديو الثاني، الجزء الثاني ديال الفيديو، كنت بغيت نحطه في قناه حسنيه حميد ولكن قلت علاش لا، لان القناه الاخرى القناه ديال حميد ما فيهاش الناس بزاف، قلت نحطه في القناه ديالي احسن. مهم بحال هذه الحباب. شكرا لكم الله يجازيكم بخير، شكر خاص لكم، شكرا بزاف الناس اللي كيشجعوني الله يجازيكم بخير، وان شاء الله بجهد الله من هنا الفوق ما كان غير الطاقه الايجابيه، وكنحاول ما امكن يعني داكشي اللي كتقولوا لي في التعليق هو اللي كندير. بالنسبه للناس بزاف ديال التعليقات اللي لقيت الناس كيقولوا لي علاش كتعري شعرك، غطي شعرك، علاش؟ شوفوا الحباب، يعني اش غادي نقول لكم، انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهدينا ويرد بينا، وراه ماشي يعني غير حيت كنعري شعري راه زعما راني ما مزياناش، ولا بالعكس، راه القلب كيعلم عليه الله سبحانه وتعالى، وراه شحال من واحد اللي كيكون كيدير الدره وكيدير الخمار كاع ولكن القلب كيكون عالم عليه الله سبحانه وتعالى، ولكن القلب هو كل شيء، وراه ماشي يعني في الغطاء ديال الراس ولا هذاك هو اللي كيجعل بنادم باش يكون مزيان ولا لا، بالعكس، مع عمر ان الشكل ديال بنادم هو اللي كيحكم عليه. راه شحال من واحد اللي كيكون، شحال من وحده اللي كتكون دايره الخمار يعني ولكن كتلقى ان القلب ديالها ربي اللي عالم به. كذلك كتلقى شي وحده اللي كتلبس، واخا تلبس لباس قصير، واخا هذا الشيء زعما ما كيتعلقش بالشكل ديال الانسان، راه القلب هو كل شيء، والقلب كيعلم عليه الله سبحانه وتعالى. انا غادي نقول لكم انا يا ما عشت الطفوله ديالي كايها البنات، علاش انا دابا كنمشي بشعري عريان وكنمشي بشعري مطلوق؟ علاش؟ لان انا ما عشتش الطفوله، نتمنى تفهموني، انا ما عشتش الطفوله بحالي بحال الاطفال، يعني كيف ما قلتها لكم وكنعاود نقولها لكم، انا كبرت في واحد الفقر للاقصى درجه، والحمد لله والشكر لله اللي ما طلقتش انا الشعر بحال البنات، ما عشتش ديك الطفوله. يعني اي بنت فاش كتكون مازال صغيره كتبغي تعيش داك الطفوله اللي كتطلق الشعر، كتلبس اللباس اللي بغات، انا هادشي ما عشتوش. انا من نهار حليت عينيا وانا كان يعني ما عشتش داكشي اللي انا كتعيشو اي بنت في الطفوله ديالها، داكشي علاش انا دابا كنطلب الله سبحانه وتعالى يهديني باش ندير الزيف ديالي، ولكن الزيف ما كيدلش على انني ما مزياناش ولا انني خايبه ولا داكشي كيعلم به الله سبحانه وتعالى. الحمد لله القلب صافي، وكنهضر من نيتي ونيه، والنيه ديالي هي اللي كدير لي بزاف ديال المشاكل، والثقه ديالي هي اللي كدير لي بزاف ديال المشاكل، والحمد لله والشكر لله، وشكر خاص لكم على النصائح ديالكم، الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم. انا عرفت بزاف ديال الناس اللي كيبغيوني وكيبغيو لي الخير، شكرا لكم بزاف. واليوم شاركت معكم النهار ديالي كيفاش دوزتو مع وليداتي، يعني كنبغي نفرح وليداتي، كنبغي نخرجهم من داك الجو ديال المشاكل ديال بزاف ديال الحوايج، كنبغي انني نفرحهم ولو بالقليل، يعني ماشي ضروري اننا نفرحوا وليداتنا بالكثير، لا بالعكس، واخا نفرحوهم بالقليل، نلعبوا معاهم، نعطيوهم الوقت، هذا الشيء هو اللي كاين الحباب. وشكرا لكم على النصائح ديالكم، الحمد لله خصنا اننا نديروا المجهود ديالنا مع وليداتنا باش نفرحوهم ولو بالقليل ولو بالكثير ولو باش ما قسم الله. هنا كما كتشوفوا انا كنلعب مع وليداتي، يعني وليداتي قال لك ماما بغينا حتى حنا نركبوا معاك هنا وتلعبي معنا كاملين، ما رفضتش ليهم، قلت لهم مرحبا والف مرحبا، اي حاجه يقولوها لي وليداتي حيت انا ولادي هما اللي كيعنيوا لي شي حاجه كبيره في حياتي. كما كتشوفوا راه البرد 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 البرد، راه الريح يعني في مدينه العيون واحد الريح، كما كتشوفوا المناظر الرائعه، يعني اليوم المسيره المناظر الرائعه الرائعه رائعه جدا 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 في مدينه العيون، الحمد لله مدينه نقيه. انا ما كنقولش ان العيون خايبه ولا كنقول ناسها خايبين، لا بالعكس، ناس طيبين ما شاء الله. انا هضرت على واحد النقطه اللي الناس اللي جابوني لهنا اللي كذبوا عليا وقالوا لي يعني وهموني بشي حوايج اللي ما كاينينش، اما بالنسبه للمدينه ولا الناس ديالها الله يعمرها دار، كاينين الحمد لله ناس اللي قلبهم طيب، اللي يعني القلب الكبير، يعني الناس ديال الصحراء ما نكذبش عليكم، اللي ناس طيبين القلب الكبير، اللي ما شاء الله الله يحفظهم ويحفظ لهم وليداتهم. تحيه كبيره للناس اللي متبعيني مدينه العيون، تحيه كبيره كبيره وخاصه للناس اللي تلاقوني في ساحه المشوار، و ما نكذبش عليكم
كنفرح لواحد الدرجه ما تصورش، اللي المتتبعين ديالي كيهضروا معايا كيسلموا عليا، كنكون جالسه حتى كيجيو يسلموا عليا، اهلا اختي حسنيه راه حنا من المتتبعين ديالك. ما نكذبش عليكم، هذيك واحد الفرحه بوحديتها، واحد الفرحه لا توصف. كيحسن لي الشرف ان المشاهدين ديالي تلقاوني ويجيو يسلموا عليا، يعني ما نكذبش عليكم كنفرح لواحد الدرجه ما تصورش، يعني كيفرحني انني يجيو يسلموا عليا المشاهدين ديالي، كيحسن لي الشرف. ودابا كما كتشوفوا هنا راه حنا شادين الطريق لساحه المشوار، لعبنا شويه في داك مع الوليدات وفرحنا بهم شويه في داك شارع السماره. هنايا وصلنا لساحه المشوار كما كتشوفوا، ساحه المشوار واحد الجرده اللي زوينه 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 بزاف، اللي ما نكذبش عليكم مناظر فيها رائعه كما كتشوفوا، الخضوريه بحال داكشي ديال مارتيل، ما نكذبش عليكم داكشي روعه روعه ما شاء الله. زعما مدينه نقيه من الجرادي ديالها، من كل شيء ديالها، مدينه نقيه 100%، ماشي 99% وانما 100%، غير هو الريح 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 ضروري، يعني الصحراء الريح راكم عارفين، يعني النيت بدا كيبرد شي شويه الحال، واخا هكاك الريح برا، ولكن في الدار الداخل كتدخل الدار عاوتاني كتلقى السخونيه. وصافي هادشي اللي كاين الحباب، ونتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا مزيانين في صحيحتكم، ونتمنى تكونوا تفهموني، والله يجازيكم بخير، وشكرا بزاف على النصائح ديالكم، والله يجازيكم بخير. المشاهدين ديالنا من هذه الروعه روعه روعه روعه، بغيت نشارك معكم واخا سمحوا لي الريح. شوف الدراري عجبوهم هذا الماء كيلعبوا فيه. شو نور زيدي يا نور زيدي نور زيدي. المشوار صراحة زوينة، شوف شحال حنا في العيون ما عمرنا شفنا ساحة المشوار، عمرنا جينا ليها. زيدي ماما زيدي متبعيني من هنا من مدينه العيون، اللي شكرا ليهم وكنوجه لهم تحيه كبيره كبيره، وكيحسن لي الشرف ان شي حد يجي بحال هكا ويسلم عليا. عرفتي ما نكذبش عليك، غادي نعاد غادي للشارع. دابا حنا غادي لشارع مكه. واو على البرد وعلى الريح. واو 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 واو، ما نقولش لكم مشاهدينا الكرام على ريح، ما عرفتوش كاع غتسمعوني ولا ما
الشباب ديالنا الغاليين، شكرا لكم بزاف على المتابعه، ربي يحفظكم وربي يستركم ستر الدنيا وستر الاخره. كنطلب الله سبحانه وتعالى اللي ما عندهاش وليدات يا ربي تفسخ حزامها، يا ربي ترزقها من حيث لا تحتسب. كنطلبك يا ارحم الراحمين ترزق اي واحد، ادعيوا مع واحد السيده الله يجازيكم بخير، واحد الاخت ريفيه من ناظور الله يفتح الله يفسخ حزامها يا ربي. نتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو يدعي معها، مسكينه بغات الدريه، الله يرزقها يا ربي من حيث لا تحتسب، والله يفسخ حزامها يا ربي يا ارحم الراحمين.